اي والله يا جماعة أنا شغلة بتحير، بس أنا مش ذبحني غير صافي هذا. وماله صافي يا أبو لافي؟ حردان يا أخوي، قال بده بارودة ولا بيحلف غير يساوي ويعمل. هيهوج جاب البارودة بالساهل. قول له يا حمدان بفكرها شغلة بسيطة، ها تنزل على المدينة وقعد دور هان وهان وابصر تلاقي أو ما تلاقي. وبعدين هو حق البارودة قليل هالأيام. بس يا جماعة الخير هو معاه حق لما يقول القرية ما لازم تظل هيك فالت للحرامية والغربية يطمعوا فيها، وعلى رايه بكرة بصير فيها أكثر من هيك نظلنا نايمين. والله وصافي معاه حق، بس يا أخوي العين بصيرة واليد قصيرة. ما هو هذا هو البلا. بتكون صحيح يا جماعة، أنا من يوم ما بدت هالمشاكل وأنا حيران وبفكر وبقول لازم نلاقي حل. إيه يا أبو عايد، يم الحل بيجي بالساهل بين يوم وليلة. هاي جا صافي لوح بديه. صافي يا جماعة الخير قلبه محروق على القرية، صافي واسمه صافي. سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي يا صافي إن شاء الله روقت. روقت ولا عمري ما روقت؟ قلقانين في جنتو. لا 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 يا صافي، هو أنت قليل عندنا؟ بدكم الصحيح ولا بن عمو؟ لا بدنا الصحيح. أنتوا عالم مغمضي. الله يقطع شرك يا خلاص يا صافي، ما حدا مل عينه. أنتوا البركة يا أبو لافي، بس أنتوا بدكم ليش يجيكم وأنتوا نايمين؟ وهل يا صافي شو هالحكي يا خالصة يا أبو عايد؟ أنا شو إلي في هالقلي؟ شو إلي غير إن أخدمكم وحافظ على رزقكم وارضكم؟ والله ما أنت مقصر يا صافي، بس يا أخوي بشوف الحرمية مش خايفين منك. الله يقطعها من شغلي، شو اللي سويته؟ ما هذا اللي بقوله، إذا بدكم تحموا أرضكم وتحموا القرية ردوا علي. آها هات شوف شو بدك؟ بدي بارودة. هي رجعنا لنفس الموال، انت فكرك البارودة في عبو ومخبيها عليك. اللي بقصد يا ابو لافي بسوي، واذا ظلينا نحكي الحكي مش راح يفيدنا، وبكره بتقولوا قال صافي. والله يا سلامتك يا صافي انك ما بتقصر، وهي الجماعه منك الهم. اسمع يا صافي، تفضل طلبك اعرفه مني، بس اصبر علي لبعد موسم الزيتون. يلا السلام، بتكون الدنيا صارت دنيا. ولا شو بده يعمل لك يا صافي؟ انت بتحسب جاب البارودي بالهين؟ هاي يا عمي بدها صرة مصاري، منين نجيب؟ هاي خلص يا صافي، اللي صبرك كل هالمدة بصبرك هالأكم من شهر. شو قلت؟ شو بدي اقول يا ابو لافي؟ وفي حدا سامع قولي؟ اي لا زيدها يا صافي، هينا وعدناك. يا عمي صافي بدو البارودة مش لله. شو قصدك يا حمدان؟ لما الصبايا يشوف انه بتخطر والبارودة على كتفه شغلي مش قليلة. بدي اشوف حالي قدام الصبايا؟ هذا اللي بدي اياه يا حمدان؟ لا تزعل يا صافي ولا اشي، لا تزعل، حمدان بيمزح معك. قوم هسه يا عمي روح طلع الزيتونات لحد يقرب عليه. يلا